بسم الله توكلنا على الله. وينهم وينهم؟ الأول وصل الحمد لله الحمد لله. يا رب بس الثاني يكون موجود لا يأخرنا، ورانا طيارة. الحمد لله الاثنين موجودين. في هذه الحلقة من دروب قررت أني أصطحب معاي أحد أشهر الوجوه الشبابية الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا ومستر مطوع، عفوا أقصد أخوي العزيز محمد الكندي الملقب بكانو، وأخوي العزيز حمد الشامسي المشهور باسم مستر مطوع. هدفي بسيط جدا، اني اخذكم معاي في درب غير وبصحبة غير لجل نتأمل لما حولنا بشكل غير. انزين ليش؟ لاني هالمرة حبيت اني اخذكم معاي في درب وفيه صحبة، والصحبة مهمة في السفر. كل واحد من اصدقائي عنده فكرة، عنده اهتماماته، وانا عندي فضول حابب اشوف هل هم قادرين انهم يخوضوا تجربة التبادل الثقافي والتواصل الحضاري بعيدا عن اجهزة التواصل، وانهم يعيشون هذا الدرب بكل ما يحمله من تحديات ومن بيئة مختلفة. يعني باختصار هالمرة راح تعيشون معاي الدرب ليس بمنظور علي فقط. سبحان الله شعبهم لطيف جدا لدرجة انه يحاول يقول اي كلمة يعرفها بس عشان يلفت انتباهك او تبتسم له او ترد عليه. Yeah like this like this like this. Yeah. Where is the music? Where is the music? وكانوا قاعد يرقص مع الجماعة وما في اي موسيقى. في موسيقى هناك توسعوها. Hello. Is this from Kenya? الحين السؤال وين يزرعونها؟ لا تقول لي هني. And what is this? Mango. Mango. Okay. حمد تعال حمد. حمد تعال تعال. لا لا حمد حبدا حمد يبدأ لازم. لأن حمد. تعال تعال تعال. How much تعال 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 تعال. تعال. عط حمد. عط حمد بسم الله. والله في اجواء يا جماعه الخير تفضل بشانه. لا لحظه عشان ما تقولون والله علي يا ابنه وما ادري كيف، كنا مع بعض سيم تايم. 1 2 3 ميك ذا فوليوم اب وي ويل دانس وذ ذس مانجا. السلام عليكم. السلام عليكم. تابعونا. تابعونا. في. في. برنامج. برنامج. دروب. دروب. Okay, I have. Did you have your lunch yet? No. You didn't have your lunch? Yes. Do you mind if I invite you for lunch? Yes. Let's go. Come, yes. You guys, come in. إعلان لاحظناه في أكثر من مكان في المنطقة هاي بالأحياء الفقيرة. بإمكانك أن ترعى طفل يعني ريوقة وغداه وعشاه وأنه يتعلم في المدرسة ب25 درهم بالإضافة لفواكه وش اسمه وحلويات يعطونه. 25 درهم. 25 درهم. Okay, so what do you guys want now? Samosa. Okay, each one of you take.
طبعا احنا بتجربتنا في دروب الهدف الرئيسي هو ان احنا نمضي في دروب مختلفة فيها الخير وفيها القسوة وفيها الأشياء الجميلة وفيها الأشياء اللي قد تكون غير صحية وغير ملائمة للنفس البشرية، لكن في نفس الوقت كلها ترى فيها دروس وفيها يعني الواحد يتعلم. منظر مثل هذا على سبيل المثال، شوف الحين هو ماخذ ماء عمره قد لا يتجاوز الثلاث سنوات او الاربع سنوات او قاعد يلعب ماخذ الماء وراح يوصل لعند الأسرة. المؤلم ان نحن اليوم نسمع عن أغنياء وأثرياء ودول غنية ودول عندها يعني ما شاء الله إمكانيات كبيرة، ما نسأل أنفسنا كل التبرعات اللي تتبرعونها وين تروح الفلوس؟ وين تروح؟ يعني كيف لا زال هنالك فقراء؟ لأنه مستحيل، إلا طبعا إذا أحد بيقنعني يقول لي والله، يعني أنا أكمل الجملة بس مو قادر. المنظر اللي قدامي الشجرة اللي ملوثة لدرجة إن قامت بدال ما تثمر ثمر فاكهة قامت تثمر أكياس بلاستيكية وأوساخ. عزكم الله. دروب مشيناها بروحنا بمفردنا، تأملنا وتفكرنا فيها، وهنالك أيضا دروب تستحق أن الواحد يشاركها مع إخوته وأصدقائه. وكان الدرب حي من الأحياء الفقيرة اللي شفناها، لأن اللي قاعد أشوفه ما شفته في حياتي، ما كنت أتوقع يوم من الأيام أني أنا راح أوصل لهذه الفئة من المجتمع، أشوف الفقراء، الناس كيف قاعدة يعني في عايشين في مجاري. صدمت أنا بشيئين، على قدر انحطاط المستوى المعيشي اللي عندهم، على قدر سعادتهم ويعني روحهم، عندهم روح يعيشون. مدارس، تخيل في مدارس وكل الأطفال طالعين بشنطهم والأغاني وقاعدين يغنون وفرحانين، ينامون يأكلون يدرسون، يعني الله يعزكم المجاري كلها في مكان واحد. بس بعدين اكتشفنا أنهم عايشين ومستانسين وفرحانين، وطبعا وايد لفت انتباهي هاي نقطة التعليم عندهم، رغم أن فقرهم الشديد وايد كانوا مركزين على التعليم، سبحان الله. صدمنا صراحة أنا وكانوا، وأظن حتى علي، يعني على كثر الأشياء اللي أشوفها، مكان صراحة جدا جدا مخيف صراحة. كل لحظة كل ثانية قاعد أكتشف شيء جديد، قاعد أعيش حالة جديدة، قاعد أشوف أشياء ما كنت أتوقع يوم من الأيام إني أشوفها. فهذا هو دروب بصراحة. المحطة القادمة صدق ما أعرف، ما أدري وين بيودينا، ما أدري وين بيعقنا، بس أبغى أقول له أنا جاهز. فتعرفوا في رحلتنا الآن بندخل الناشنال بارك اللي هي المحمية الطبيعية الرسمية الخاصة إلى كينيا، أو في المنطقة اللي احنا فيها الآن. تشوفون الزيبرا؟
هذا الحين المنطقه اللي مثل ما تشوف فيه صغار، لما تشوف الامهات مع صغارا هذا يعني طبعا انهم حديثي الولاده. الامر الاخر يحاولون يبتعدون بقدر الاستطاعه عن الخطر، فكل ما كانت المنطقه مكشوفه كل ما كان هذا امن لهم، امان لهم. اذا دخلوا داخل قد يكون المرعى افضل وقد يكون فيه يعني خير افضل، لكن هنا ممكن يركضون، ممكن يختبئون وراء الاشجار اللي موجوده في الخلف، بهذه الطريقه هم في سلامه. تبدا الى ان ياتي موسم الزواج، يكبر الصغير، تبدا الام تبحث عن الرجل والرجل يبحث عن او الذكر يبحث عن الانثى. زين الحين سؤال، ليش سموه حمار وحشي؟ يعني هو متوحش؟ انا ما اشوفه متوحش، انا اشوفه اليف صراحه. جميل، سؤال جميل. وحشي بمعنى انه هو الوحشي الذي يعيش في البراري، وانه هو فعلا صعب جدا ترويضه. ها صعب ترويضه. ايه. وسبحان الله تبارك الله، كل واحد من هذه الحيوانات لديه بصمه خاصه فيه من خلال شو؟ الخطوط البيضاء والسوداء. ما في ولا حمار وحشي يشبه الاخر كحال بصمه الانسان. سبحان الله. Let's go Peter. الفيلة أسرة كاملة، عائلة كاملة، ما تكون بروحها، من العمة، الجدة، الأم، الأبناء. شوفوا ترى في أسرة ثانية هناك. نعم واضح. زين، ولكن هم هؤلاء ليش جنب بعض؟ لأنهم عارفين أن مثلا ممكن هذه القبيلة تكون لها حماية، تعطيها بعض الإنذار إذا تواجدت بعض الحيوانات المفترسة. طبعا واحد يقول فيل كيف ممكن يفترسونه؟ نعم، هناك كثير من الحوادث اللي صارت أن اللبوات أو الأسود أو النمور تستطيع إذا قبضت على فيل واحد تستطيع أن تلتهمه تصطاده. لكنه صعب صح؟ تحتاج إلى أقل شيء 10 عشان تجيبه تحت. هي نعم. خطوط الحين قاعد اركز في الخطوط، يوم انت تقول هذه تعتبر كبصمه، قاعد اركز في الخطوط. سبحان الله صدق المسافات تختلف، يعني تحصل كل واحد منحنى زياده في. حكمنا غمها لذيز حكونا مدادا انسى الماضي اللي غيز انساه والمستقبل ادي كل تركيز هذا هو التهريز الفلسفي حكونا مدادا طيب. بس بسألكم سؤال. حياة طيب. متى شفتوا The Lion King أول مرة؟ سنة كم؟ أنا شفته من 20 سنة تقريبا. من 20 سنة تقريبا من بداياته. صح. هل يوم من الأيام خطر في بالك أنت تشوف Lion King من 20 سنة أنك راح تستخدم الأغنية فعلا وأنت قاعد تشوف نفس المناظر اللي في الكرتون أمام عينك حقيقة مثل هذا المنظر؟ سكتهم. قوية صراحة. اليوم عيني كانت الكاميرا، شفت كل شيء بطبيعة، حسيت بجملة تحتضنك الطبيعة، تشوف كل شيء، تتنفس الهواء، الأصوات اللي قاعد تسمعها، الهدوء، هدوء عجيب، الهدوء شيء يصرخ على قلبي صراحة. أنا ما رحت أشوف حيوانات، رحت أشوف طبيعة، في فرق كبير جدا، يعني ما أعرف كيف أوصفها. الحين اللي بيسمعني يقول لي هذا يعني يبالغ. حقيقة الطبيعة كانت شيء كبير على قلبي، أول مرة أشوف
الغزال في مكانه الطبيعي مؤثر جدا ترى، ومعاه كل الحيوانات اللي الله خلقها ان تكون معاه. نظرة الغزال الشارد، احنا نسمع غزال وما يصيدونه والكلمات الحلوة هذه، لكن ما شفناه. اليوم انا شفته، شوف الغزال من بعيد يطالعني وانا طالع، ويخزني واخزه، وعرفت وايقنت ليش اجدادنا والعرب الاوليين كانوا يتغزلون في الغزال. بعد هالرحلة اكثرهم يقولوا لي شو تنصح الناس؟ انا ما انصحهم صراحة، انا راح اطبق هالشيء مباشرة اول ما ارجع الإمارات بإذن الله، راح أحاول بقدر الاستطاعة أني أطلع رحلات يعني برية أو طبيعية، خلنا نقول سواء كانت بحر، بر، جبال. لازم تتجه إلى أماكن أخرى أو تزور أماكن أخرى غير اللي أنت عايش فيها، عشان أقل شيء يعني الآفاق عندك تتوسع. المدنية والتمدن وايد خذ علينا، خاصة نحن يعني السوشيال ميديا ايديالز احيانا نقول ابدا يعني حتى ما نطالع، لكن حاليا ان شاء الله راح احاول قدر استطاع اني ارجع يعني قلت اتاتش تاجين. التجربه كانت جميله وكل شيء كان مختلف، واعتقد ان هذا فعلا درب من الدروب اللي انا اتمنى كل انسان يمشي فيه. فتعرفوا زعيم القبيلة أو الزعيم المنطقة اللي تشوفونها في الخلف هذا سكنهم. الآن نحن لازم شو نكون؟ قدر الصاعد نكون نمشي شوي شوية ونحاول أن لغة جسدنا تكون واضحة بأن نحن جايين فقط حتى نتعرف ونتكلم معه، نشوف هل يقبل بنا أم لا. أنا أقول نبدأ بالسلام، شو رأيكم؟ سلم هني يا أخي. نسلم أهم شيء. بنسلم هم بيقول أكيد هو أكيد كلمتهم. السلام عليكم جامبو. صباح. أند وان. يا. ماوي. تفضل. ماوي أوكي. بسم الله. ماوي. ماوي ماوي. إذا شوفت تتعلم الآن كلمة الماوي عندهم بمعنى تعال، فالناس كثيرة تقول كيف واحد يستطيع أن يتأقلم وكيف يتعايش مع قبائل أو ماوي مع يعني شعوب مختلفة. كل شيء ممكن إذا وضعت نفسك أنت في هذه البيئة وهذا المحيط اللي يعيش بك، اللغة ستأتي بكل بساطة. عجيب. الحين شو يميزهم أنهم سكنوا هالمنطقة بالذات؟ شو يميز هالمنطقة؟ هذيلا نومادز، هذيلا مثل الرجل الرحل، لكن أيضا هم من يقطنون المنطقة نفسها، فيبقون هم كستل بدوينز، البدو الذين يبقون في مكان واحد. ولكن في قبائل المساي يعتمدون كثيرا على المحيط لأن يعرفون أين الماء موجود، متى ما وجد الماء وجد المنطقة التي يتعايشون فيها ويعيشون فيها ويبقون فيها. مثل ما أنتم شايفين هم مسوين هالحدود الخاصة فيهم. كيري ياري هارا ودنيو كينيا تنزانيا ورد ماساي بوغن ينوي يمان. هذه المنطقة اللي يعيشون فيها هم زين، ما بين دولتين، ما بين كينيا وما بين تنزانيا. تنزانيا أوربوس. التنزانيين المساي يلبسون الأزرق، كينيا والكينيين إيردو الأحمر. لذلك احنا دائما نشوف أهل المساي والقبائل هذه تلبسون الأحمر، وهي اللي اشتهرت لأنها أكثر شيء من كينيا. الأحمر. أما اللي من تنزانيا يلبسون الأزرق. But we are in Kenya. How come? لأنه لرو مربى يغرو تنزانيا. يعني لأنك أنت بتصير تنزانيا، فلذلك أنت لابس الأزرق لأن القبائل هناك لابس أزرق. سبحان الله. إذا حتى الألوان لها معاني معينة تربط بالقبائل، وليس ذلك فقط، لأن الماساي هم أصلاً قبيلة كبيرة، وطبعاً متى ما صارت هناك حدود للدول تفرقت هذه القبائل بشكل أو آخر، فصار بعضهم في الجانب الكيني الجانب التنزاني، وبذلك صار في هذا النوع من الاختلافات اللي نشوفها اليوم. Ya ha ya mayana Maisla la yiriangiwa
بقول راديو قول لي وري وري I have a one question. What is this dancing? What's the significant? The jump. Okay, irmuhan no naji irmuhan oi pit te neguare lo guarak. Neagu en kese akaba ina longo lo ngadru. Kumo na le na hamira. Neagu re veri lo guaru ni le irmuhan yara ame golna. Is this place only for your family or you have other people? Is this for your wives here only your family or there is another tribe with you? Irmari raja. Ari. مريو بلي لا لغايل دي ما تخيل هم شقيقين وعندهم المنطقة اوكي لوفلي Can't see anything. Huh? Come. Take. Atrof. Allah. Come. Come close. Okay, eat. Okay. All will have. Go come with half one. Give everybody. No. Give everybody. Huh? Okay, give them. سلام زين يا اخواني الاعزاء طبعا يعز علي اني افارقكم ولكن هذا كان درب اخر اتمنى انه كان ملهم ان شاء الله والى ان القاكم ان شاء الله في درب ملهم جديد درب جميل صراحه ممتع وغريب جدا جزاك الله خير استمتعت جميل استفدت. جميل استفدت صراحه احس ان علي في هذا الدرب عنده آله الزمن وقال لي كانوا برجعك 500 سنة لورا وشوف البني آدم كيف كان عايش شوف الناس كيف كانوا عايشين الرحلة هاي إضافت لي حياتي صراحة شيئين جميلين الأول حب المغامرة أنا إنسان اللي يعرفني أنا ما غامر وايد يعني وأصلاً بداية الإنستغرام في عالم الإنستغرام أن أأمن طريقة للتواصل مع الناس هي الإنستغرام يعني ممكن أنا متلحف أكلم الناس عادي يعني وهذه نصيحتي لكل الناس أن لا تخافوا من الدروب ترى الدروب فيها عبر فيها دروس فيها يعني كل درب أنا أحس إن كل درب يطلع منه درب فلذلك خضنا هالدروب لصدق نحقق قول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وأتمنى بعد ما تبخل علينا على الدرب ثاني شيء إن شاء الله درب خطافي قلط علينا درب بإذن الله نحن إن شاء الله مستمرين مع فريق العمل لدرب آخر
وانتم اكيد راجعين ان شاء الله بالسلامه للبلاد. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، رحله طيبه، وتذكروا تعارفوا. جعلت شعوبا لا لتأجيج الخطوب، جعلت قبائل لا لتبرير الحروب، بل للتكامل والتعايش طار سرب حمامنا حتى يعم سلامنا كل الدروب. لتعارفوا لتعارفوا من أجلها جعلت شعوب، فبقربنا تحيا القلوب ولبعضنا كل يهوب. لتعارفوا لتعارفوا فالحب أصل وجودنا، وصت به أدياننا، مهما تباعدنا ستوصلنا الدروب. فتعارفوا